ايه الاخبار يا شباب؟ عاملين ايه؟ خالد معاكم في فيديو جديد من دي يوتيوب. هنكمل لعبتنا الجميله حوادث السيارات، بس النهارده هنلعب على اننا ناس مخطوفه وعايزين نهرب من جوه المينا. في مينا كده كانوا خطفنا فيها وحبسنا، واحنا اخيرا لقينا عربيه هنهرب بيها من المينا دي وننط بيها جوه مركب ونحاول. هي دي العربيه زي ما انتم شايفين اللي احنا هنهرب بيها، والعربيه احنا محبوسين جوه المينا دي. فاحنا الحمد لله هربنا وخدنا العربيه، وهنحاول بقى ان احنا نوصل بالعربيه دي لحد المركب من غير ما نتخبط. هنشوف بقى ايه مهارات القياده بتاعتنا عشان من ايه ما نكسرهاش. هنوصل هنا على طرف المينا دي وننط من الحته دي، عايزين نوصل جوه المركب ده. هنشوف هنعرف نعملها في قد ايه تايم، او هنعملها بسرعه ولا لا، ونشوف بقى مهارات السواقه عندنا. يلا بينا نخش نتفرج هنعمل ايه. يلا ستارت. ودي العربيه الجامده اللي انت شايفينها اللي احنا هربنا فيها الحمد لله. واول اتجاه كده، يلا بينا نعلي الصوت شوية، نسمع صوت المحرك بتاع العربية. سيبنا ايه نمشي بالراحة كده، مش عايزين نخبط عشان العربية دي لما تتخبط ممكن ايه تبوظ. ادي اول تشيك بوينت، ودي تشيك بوينت مهارات القيادة بقى بتاعتنا. ايوه سلام، هو ده. عايزين بقى نحاول نعملها من اول مرة، عايزين نعدي من هنا كمان. عن 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 اوعى الباب ده، افتح الباب افتح الباب لو سمحت. خش من هنا يلا، عايزين نهرب بقى لان العصابه لو ايه لو مسكتنا كانت حبسنا دي هتفرتكنا. اوقف اوقف. ايوه لا مش عايزين نخبط، مش عايزين نبوظ العربيه، لسه العربيه قدامها شويه حلوين. اوعى بقى حته امريكا كده عشان نعدي من الحته دي. ايه ده انا ماشي صح كده ولا غلط؟ لا شكلي ماشي غلط. ارجع اجيب كده. ايوه امشي من هناك حته بقى برضو امريكا كده جامده. عايزين نعدي من هنا من الباب ده. الطريق ازاي؟ الطريق يمين اهو بيقول لي كده. مش عايزين ايه نتجنن، يعني احنا لسه محدش بيطاردنا، فاحنا ماشيين براحتنا. عايزين نهرب بس ايه من المينا. مهارات القياده لازم تطلع بتاعتنا. نمشي ازاي على طول؟ يلا نروح على طول. التشيك بوينت الثانيه هناك، هو بيديني علامات حمراء كده وسودا ان انا ايه اعدي منهم. هي دي اللي بتوريني. يا ولد لا حريف برضو الواد ديجو، يعني اسويه قديم. الملف ده نركز، لازم نعديه كل ده. احنا ايه بنحاول ايه نوصل للطريق. اوه ايه دي خش ازاي؟ مش عايزين نخبط خالص. بس عاوز نخش من هنا ولا الله يا ديجو، ايه الحفرة دي؟ كده طيب الطريق كده؟ ايوه اهي هنا التشيك بوينت دي كمان. لا لا في حفرة يا جدعان، بصوا يعني انا سويت مهاري، انا عارف ساقط مهاري. الحتة دي كمان هما بيعملوا فينا كده ليه؟ احنا قربنا نوصل للنهاية كده. هنا الحتة اللي فيها ايه؟ ناخدها على الواسع كده. يا سلام سلم، ايه الحفرة دي يا ديجو؟ ما ينفعش نوع هنا يا جدعان. ها قربنا، يا سلام. عايزين ناخد دي بقى ايه كده سلولي 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 سلولي. لا ممكن ننزل منها بسرعه شويه. اوبا لا 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 يا نهار ابيض، دي كانت لازم اخدها بسرعه. ترى العربيه لسه شغاله؟ لسه شغاله. الله الله دي ضايع ولمس دي. بس اقف يا عم. لا مش كده، انا عايز الف لورا كده. ايوه يا لو كنت عديتها على طول دي على سرعه شويه. يا ترى بقى هنعرف نهرب بالعربيه وهي بايظه كده ولا ايه؟ بتدخن العربيه مننا. يا نهار ابيض كده العصابه ممكن تمسكنا. احنا كده جينا على اخر حته، هنشوف هنعمل سكسس ولا لا. يلا
واو، كل ده عشان ايه؟ نوصل للحته دي اللي هناك الممر ده ونطلع على ليه على المركب. بهدلت العربية النهاردة، بهدلت العربية، بهدلتها خالص. الشرطة اهي، الشرطة يا نهار، ده انا طلعت انا المجرم ولا ايه؟ الشرطة مش عارفة ان انا مش مجرم يا شرطة. يا ترى هوصل ولا لا؟ هوصل ولا لا؟ الشرطة ضربتني. ما وصلتش، ما وصلتش. الشرطة مسكتني. ده انا طلعت انا اللي مجرم، انا اللي مجرم. تاني تاني، محاولة تانية. بس عايزين بقى ايه؟ ناخدها بسرعة شوية. يعني محاولة تانية. بس برضه ايه، مش عايزين نخبط. بصوا كده على السرعة بقى والحرفنة. اوعى يا باب، اوعى يا باب. المعجنة مش عايز اخبطها عشان لو بتخبط بتبوظ العربية دي بطريقة غريبة. فيلا نركز، عايزين هنا نعدي من أول مرة. المعجنة عندنا فرامل. عربية كاميرا امريكاني حلوه. عايزين نشوف بقى ايه الشرطه في الحته الاخيره دي، نهرب منها عشان نبقى ايه. شفت الحته دي؟ احب اوعى من الامريكاني. يلا يا واد، ديجو لعيب والله العظيم. الواد ديجو ده لعيب 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 لعيب، بيسوق عربيات من وهو عنده 4 سنين. الحته دي ايه صعبه، فعايزين ناخدها بالراحه كده. ايوه سلام يا ديجو يا لعيب. هو ده ديجو، وهو ده هو ده. ايه دي حفانه في القياده يا جدعان؟ لازم ايه نهرب اول حاجه من ايه، من الشرطه. الحته دي بقى لازم ناخدها بسرعه شويه واحنا جايين ننزل عشان ايه ما يحصلش فينا زي المره اللي فاتت كده. نعدي بس العربيه هنا، عدله كده حلوه العربيه، وبعد كده ناخدها بسرعه كده. المره اللي فاتت نزلنا ضربنا فيها ضربه. ايوه ايوه الحمد لله الحمد لله يا رب، بس العربية تكون قدرت تمشي. يا عادل لسه بتمشي، لسه 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 بتمشي، لسه بتمشي. وهنهرب المرة دي إن شاء الله من الشرطة، والنط والنط النط بتاعتنا الجامدة. هنا الشرطة موجودة. اوعى يا شرطة، اوعى يا شرطة، مفيش الكلام ده، خلاص مش هتجيبيني. اوبا يا سلام يا سلام، هنخش جوه المركب، هنخش، دخلنا جوه المركب وهربنا يا جدعان. يا سلام، بصوا العربية نزلت عاملة زي بس ايه ده، هربنا واحنا بنموت ولا ايه؟ يس عديناها. هقفل حد هنا، واكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الجورني اللي احنا عملناها دي، او الرحله اللي احنا عملناها في الهروب من الشرطه. انا الاول كنت فاكر ان احنا مخطوفين وهنهرب، لان انا دايما بحب العب جزء الطيب، ما بحبش العب جزء الشرير. بس طلعنا احنا اللي الشريرين وعايزين نهرب من البوليس ونركب المركب بالعربيه دي. اكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الفيديو ده، ولو اول مره تشوف الفيديو يا معلم لايك وسبسكرايب وشير. سلام. Light work and the pace on the track on my face in the back, like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap.